ثاني كرة للأمام، انطلاقة سريعة، كرة لمصلحة الوصل. هناك صافرة وخطأ، هناك صافرة وخطأ على شاب أحمد. هذه خطيرة، خطيرة الكرة، لم يستغلها سالم العزيزي. كرة مرسلة من حارس المرمى، لكن سالم العزيزي تقدم موجود من فابيو. الكرة من مرة بيسيطر عليها محمد خلف بشكل رائع. حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب. هناك سقوط لاعب من جانب فريق بني ياس، الكرة بيستعيدها فريق الوصل. الكرة إلى بيدرو كوندي، حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب. هذه كرة مشتركة كانت في هذه اللقطة بين حمد البلوشي وبين اللاعب بيدرو كوندي، وبالتالي سرعة فائقة لسالم العزيز. يلعب كرة عرضية في مواجهة المرمى بشكل غريب. هذه الكرة ضاعت يا غانم بشكل غريب، هذه الفرصة ضاعت يا غانم بكرة مررها سالم العزيزي من الجهة اليمنى. فابيو ليما، فابيو يحاول داخل منطقة الجزاء. فابيو مرت قدم يلعب له كرة عرضية، تلعب في الدفاع. 1-0، ضاع الهدف الأول على الوصل. فاصل مهاري، فابيو راح فيها كرة خطيرة، الكرة لمصلحة الوصل، كرة في مواجهة المرمى، الكرة ما زالت خطيرة لمصلحة الوصل. فابيو 1-0، جول فابيو دليما، والهدف الأول للإمبراطور. الإمبراطور يسجل هدف أول عن طريق الساحر. بتصل هذه الكرة لحبوش، صالح يحاول، حبوش ينتظر المساندة للكرة من فرناندو غايبور. هذه كرة خطيرة، فرناندو بيلعب له كرة أرضية في مواجهة المرمى. الله، فابيو دليما مرة أخرى يصل لمرمى بني ياس ويسجل هدفا ثانيا. فابيو دليما، فابيو يبحث عن الهاتريك لكن يفضل التمرير. يوسف، كرة يوسف احمد تعتلي المرمى، تحولت الى ركلة مرمى. تتهيأ الى سوزا، محطة تصويب بعيدة تماما، بعيدة تماما كرة سوزا. خطأ لمصلحة عامر محمد، سلامات. هو حبوس صالح يلعب كرة للأمام، وضعية تسلل، وضعية تسلل على سالم، وضعية تسلل على سالم العزيزي واضحة، وبالتالي قرار ممتاز من جانب المساعد. غير موجود في وضعية تسلل حبوش. هذه كرة خطيرة وصلت إلى ناصر محمود. ناصر، وأمامنا بطاقة، أمامنا بطاقة صفراء على المدافع عيسى محمد. فابيو مر تقدم من جواو فيكتور، يلعب كرة عرضية، هذه الكرة وصلت إلى يوسف، لمسة يد. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة في كل مكان مشاهدي أبو ظبي الرياضية،